باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في امتحانات الإيمان بنحتاج بيت ربنا، وبيت ربنا له مراحل في العهد القديم وله أشكال كتير. وفي آية شغلتني كده أتمنى تشغلكم، لما ربنا قال لي يعقوب بعد رحلة لخبطة كتير ومشاكل كتير، قم اصعد إلى بيت إيل. إيه بيت إيل؟ إيل يعني الله، وبيت بيت، حتى العبري والعربي قريبين لبعض، فبيت إيل ده بيت ربنا. الحكاية ابتدت إزاي؟ إحنا هنا تكوين 35، بس أنا هجيب من بدري شوي، لأن بيت إيل دي ليها ذكريات كتير في العهد القديم. لما نروح لتكوين 12 بدري، ده أبونا إبراهيم مش يعقوب، ده جده زمان. في بداية دعوته لما ربنا قال له سيب أهلك وعشيرتك وتحرك من أور الكلدانيين في العراق الحران، ومن حران بعد شوية لما مات أبوه جه كنعان، نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. كانت أول خبرة مع بيت إيل. بيت إيل دي اللي حط الاسم أبونا إبراهيم. المنطقة دي كانت جبال صحراء. فلما عمل مذبح ونادى على ربنا وقال له أنا جيت يا رب، أنا وصلت للمكان اللي أنت عاوزني أوصل، فأصبح المكان ده اسمه بيت إيل، وأصبح مكان مهم عند عيلة أبونا إبراهيم، لأنه المكان ده اللي ربنا كان قايل له تعال لي في الصحراء في الجبل في كنعان هديك، هجعل ولادك نجوم السماء ورمل البحر. بس سيب، طلع من الدنيا واتحرك وسافر عكس المنطق، واستقر في خيمة جنب بيت إيل أو جوه بيت إيل. ما نروح للإصحاح اللي بعده. صعد إبراهيم من مصر. هنا كان حصل مشكلة، لما لقى الدنيا صحراء والدنيا فيها مجاعة استعجل، ساب بيت إيل. زي الكنيسة مش مكفية أو مش مريحة أو الجو إيه قحط يعني، أم راح مصر وقت المجاعة وما سمعناش أنه صلى. ولما راح مصر الحقيقة كانت هيحصل مصيبة، كانوا هياخدوا منه سارة، وبعدين ربنا لموا الموضوع وسطر ورجعوا تاني. صعد إبراهيم من مصر، فكان راجع من مصر عينه على بيت إيل، عاوز يرجع تاني البيت اللي كنت فيه مع ربنا، أنا عملت عملة وربنا سطر أرجع بيت أبويا. وكان إبراهيم غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب. خلي بالكم الغنى كان مرتبط بوجوده في بيت إيل. وصار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداية. الحتة دي مهم، ليه؟ بداية غربته عن الدنيا وارتباطه بربنا بيت إيل. لما رجع للدنيا تاني والدنيا كانت تلطشه، قال أرجع بيت إيل بسرعة، أنا محتاج الكنيسة، محتاج المذبح، محتاج أب اعترافي، محتاج اللي كنت بعمله من 40-50 سنة خليني ها مسطورة. فبيقول راح ناحية الخيمة اللي كانت من البداية مكان لقائه مع ربنا في بداية رحلة غربته في كنعان، إلى مكان المذبح الذي عمله. حتى دي مهمة، لما بنضطرب يا جماعة وننزعج ونتخبط، كل واحد فينا له مذبح. مذبح ده أوضتك، غرفتك، قلبك، والمذبح ده كنيستك اللي ياما اتمتعت فيها بصلوات وتأملات وخبرات ورسائل روحية، فلازم تجري عليه. اللي كان في البداية لازم تروح له. إلى مكان المذبح الذي عمل هناك أولا ودعا هناك إبراهيم باسم الرب. لما يقولوا دعا باسم الرب يعني قاعد يسبح ويرجع علاقته بربنا ويتكل على ربنا ويوعد ربنا ويبقى اسم ربنا في لسانه. فكأن بترجع له الروحانية، بترجع له تاني الغنى الحقيقي بتاعه. فدعا مرة أخرى باسم الرب. بعدين نتحرك بقى، دارت الأيام، وصلنا ليعقوب. طبعا أبونا إبراهيم سلم إسحاق نفس المكان والعز، تغرب معاه. بعدين جه بعد كده يعقوب. يعقوب ما كانش طالع زي أبوه وجده. يعقوب في الأول ما كانش متدين زي إسحاق وزي إبراهيم، لكن يعقوب يجي منه. فلما عمل عملة سودة
واضطر يهرب من بيت أبوه لما ضحك على أبوه سرق أخوه كده، بكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقام عمودا وصب زيتا على رأسه ودعا اسم ذلك المكان بيت إيل. بعض المفسرين بيقولوا إذن فيك أكتر من بيت إيل، لأنه ده كان هربان من بيت أبوه، لكن هو عارف من جد إبراهيم وأبوه إسحاق أنه أحلى اسم هو بيت إيل. المكان اللي تشوف فيه ربنا اسمه بيت إيل، اللي تاخد منه وعد من ربنا اسمه بيت إيل، ده رأس مالك، ده أغلى مكان في الدنيا كلها. فلما شاف الحلم، فاكرين حلم يعقوب؟ ده كان في الصحراء، السلم اللي نازل والمسيح نازل عليه وصحي وقال هذا باب بيت الله، هذا باب السماء. فحط نقطة زيت، كان واخدها بقى زيت المقدس ده من أبوه جده، على الحجر وقال ده مذبح. وكان اسم المدينة أولا لوز، دي المنطقة اللي كان فيها يعقوب. احنا في تكوين 28، تعرفين كان رايح فين؟ كان رايح هربان من بيت أبوه على بيت خاله في حر آخر الدنيا بعيد، قعد عند لابان حوالي 20 سنة، 7 سنين وبعدين 7 سنين وبعدين 6 سنين، كل دي مراحل في حياة يعقوب كلها خناق، كلها شغل، كلها تحديات، كلها علاقات عاطفية تطلع وتنزل. كان بيحب رحيل، خد فيه 14 سنة، وجاب عيال وبقى أولاد خاله دول طلعوا عينيه لأنهم كانوا وثنيين بيستغلوه، وهو طبعا ناصح برضو ما سابش حقه قوي. الدنيا خدت منه كتير. جه بقى لما عرف ان لابان قلب عليه وولاد خاله قلبين عليه والدنيا هتبوظ خالص، جاله ربنا يقول له يعقوب قوم اصعد لبيت ايل، ما تسيبك من الدنيا دي كلها وترجع بيت ايل. شوفوا فات عليه 20 سنة، وهو فاكر يمكن من 80 سنة بيت ايل دي بتاعت جد ابراهيم، المكان اللي كان يشوف فيه المسيح ويسبح باسم الرب. فجت رسالة من السماء بتقول له سيب اللي في ايدك حبيبي، روح بيت ايل. ودي الرسالة اللي عاوز اقولها لكم، لما يبقى في امتحانات كتير وخبط ورزع، فين بيت ايل؟ فين المكان اللي تعرف تروح لربنا فيه؟ فين الذكريات الروحية؟ فين الاتفاقات القديمة؟ روح بيت ايل عشان ترجع تاني يعقوب الحلو مش يعقوب الوحش. مهما تخبطت وترزعت انت محتاج تطلع بيت ايل. واقم هناك، عاوزك بقى ما تسيبش بيت ايل تاني، واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو اخيك. يبقى بيفكروا بالليله بتاعت الحلم لما المسيح جاله وقال له ايه؟ احنا متفقين ترجع لي، انت بيت ايل راح من دماغك ليه؟ بقى كل شغلك غنم وبقر وجمال وفلوس ولبان وولاد لبان، ايه هو ده؟ انا رحت فين في الزحمة يا ابني؟ لا تعالى لي بيت ايل والمكان والمذبح اللي اتفقنا عليه. اذا بداية كده الانحدار عن بيت ايل، يعني البعد عن الجو الروحي او عن مكان الخلوة او مع مكان العبادة كنيسة، يخليك تعيش مع واحد زي لبان. لبان ده شخص مادي، دماغه في الفلوس، هو شركه، عارفين الشركة؟ أي شركة بتتأثر بشريكك. لبان كل اللي يهمه بزنس، وطبعا الشراكة دي لازم تقلب غم في الآخر. ليه؟ لأن اللي دماغه فلوس مش في الأول هيرحب بيك قوي وتبقى يسهل لك الدنيا قوي ويعمل ديلز وتعاقدات، بس لازم يقلب عليك في لحظة. ليه؟ أول بقى ما تكسب أكتر منه ولا تنجح أكتر منه، لا. فلبان ما بقاش طايق يعقوب، وده ممكن يموت. فربنا قال له لا، ابعد عن وش الناس دي يا ابني، انا كنت شريكك، تشارك لبان ليه؟ ليه تدخل واحد زي كده في الشراكة؟ انا شريكك، الغنى ده انا شاركت ابوك وجدك، احلى شركة. اسحاق وابراهيم كانوا اغنى ناس في الدنيا لان ما شاركوش بشر، الشركة مع ربنا بس. يعقوب لما شارك لبان جاله خير وجاله مشاكل متلتلة. وهو راجع قابل عيسو، كانت مقابلة عيسو مرة جدا لأن عيسو مستحلف له، وكان طالع ب400 راجل يقابله، فقضى الليل كله صلاة شاف المسيح، وساعتها قال له لن أطلقك لن أتركك حتى تبارك. فقال له أنت اسمك إيه؟ قال له يعقوب. قال له هيفضل يعقوب على طول؟ ما كفاية يعقوب بقى، يعني إيه؟
بدل راجعين بيت إيل ما نغير بقى كل حاجة، حتى الاسم القديم اللي ينم دايما عن الصراع والخناق والحق والفلوس اطلع منه بقى. وغيره في الليلة دي، شاف المسيح وقابل عيسو ولقى عيسو متغير، ففهم ان الشغل مع ربنا بيحل له كل المشاكل. كانت أزمة مصيبة انه يقابل اخوه بعد زعل، كان ممكن عيسو يموته وهو مش معاه جيش، عيسو معاه جيش، انما ربنا عدى اليوم على خير ولقى عيسو بيعيط عليه زي العيال كده ومتوحشه، حكاية سهلة. وبعدين في نفس المرحلة دي قعد في شكيم، برضو ما راحش بيت إيل. شكيم دي منطقة وثنية، أمدينا بنته حبت ولد ابن شكيم ووقعوا في الغلط مع بعض، فالولد جاي يخطبها. يعقوب قال طب خلاص نلم الدور يعني وبتاع، طلعوا رأوبين وشمعون دبحوا شباب شكيم وعملوا له كارثة مصيبة. قال لهم نزلت وش الارض، هعمل ايه مع القبائل اللي في الصحراء دي كلها، لان كل دول متعاطفين مع بعض. فقال لهم كسفتوني قدام الناس، وهما بقى اخلاقهم ما كانتش احسن حاجه يعني. فلقى نفسه متبهدل من كل ناحيه، عياله مبهدلينه، لبان كان مطلع عينه، عدت القصه مع عيسو بالزق كده بمعجزه. ساعتها ربنا قال له يعقوب قوم اصعد لبيت إيل، كفاياك هري، كفاياك خبط ورزع، الدنيا مش هتمشي عدل غير لما ترجع لبيت إيل للمذبح القديم واليوم اللي شفت فيه المسيح وتعيش زي ابوك وجدك اللي كانوا فاهمين صح بتوع ربنا بجد، اللي ما يشاركوش غير ربنا واللي مش فارق معهم الدنيا خالص. هنا لما ربنا قال له قوم اصعد لبيت إيل، قال يعقوب لبيتي، دي الآية اللي بعدها، ولكل من كان معه، زي اللي لقى الايه، يعقوب حس ايوه هو ده اللي فايت عليا، انا هفضل طول عمري في الدنيا كده بلخبط. فقال لاولاده بقى بصوا بقى اعزلوا الالهه الغريبه، لان هو عارف انه عياله جايبين اوثان معاهم، ومراته رحيل المحبوبه كانت سرقت تمثال ابوها، فهو سايب بيته ما كانش واخد باله من حق ربنا. قال لهم كفايه انا بقى، اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم. ليه؟ هنطلع بيت إيل. توبة جماعية، قرارات شديدة، على قد ما يعقوب ده كان في حياته لخبطة كتير، لما بياخد في وشه حد بيوقفه جدع. يبقى هنا عشان تروح بيت إيل عندك أفكار غريبة لازم تدفنها في الأرض. عملوا كده، دفنوا التماثيل في الأرض، ما تمشيش معانا التماثيل. ازاي تاخد الافكار الغريبه دي تحطها في التراب وتدفنها، والمشاعر الغريبه اللي كان فيها طمع وكان فيها خوف وكان فيها شك، وبعدين بقى كفايه كده، كل ده اعزله وادفنوا الالهه الغريبه والعادات الغريبه اللي اتعلموها عند لبان وعند شكيم، عادات وثنيه كلها. فكل ده كان ثوره على الواقع اللي هو فيه. كفاية التلفزيون حط فينا ايه، والفيسبوك حط فينا ايه، والجيران علمونا ايه، والدنيا لخبطتنا قد ايه. قوم اصعد لبيت إيل واعزل كل اللخبطة دي كلها، ولنقم ونصعد الى بيت إيل فاصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقاتي. قال لهم كده قوموا معايا، هندفن كل الآلهة الغريبة دي وهنروح نقدم ذبيحة في بيت إيل اللي ربنا ما كسفنيش وما سابنيش رغم اللخبطة اللي أنا عملتها، وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. ولاده رغم أن هم شباب في الوقت ده أغلبهم وكده، سمعوا كلامه، دفنوا الآلهة الغريبة، مشوا وقربوهم، تحركوا في اتجاه الصحراء تماني عشان يروحوا بيت إيل. وكان غرضه قال هسجد هناك عشان أقول له شكرا، شكرا أن أنا عشت عند لبان، شكرا أن أنا عديت الصحراء، شكرا أن أنا عديت أزمة عيسو، شكرا ان عيالي ما ماتوش قدام عيني بسببي، شكرا على الخير والغنى ده كله، انا ما شكرتش كفايه. عمركم حسيتوا في مره انك مديون بالشكر، انك ما شكرتش ربنا كما يجب؟ ان في حاجات كتيره قوي في حياتك خدتها فور جرانتد كده كانه حق. هو انت يعني غني من يومك؟ هو انت مبسوط من يومك؟ وانت كان مش قد ممكن ما تلاقيش لقمه زي ناس مش لاقيه تاكل؟ مش كان ممكن تموت بدري زي ناس عمرها خلص بدري؟ مش كان ممكن تبقى مشلول زي ناس انت تعرفهم؟
انت شكرت قد ايه. ما هو ربنا بياخدش فلوس حق اللي بيعمله، بس بيستني شكر. فيعقوب حس انا فعلا يا رب مديون لك بشكر كتير قوي، انا كل ده عدى عليا ما انتبهتش ان انا اقول لك شكرا من قلبي، فالمشوار ده كله عشان يعمل مذبح شكر. وطبعا المشوار كله عمال يقلب في دماغه، انا ياما افتريت وياما غلطت، وجعت قلب ابويا وتعبت اخويا وظلمت ناس كتير معايا، وكل ده ربنا بيستر وبيغطي. ففي ذكريات كده، وربنا ما سابنيش، لانه كان وعده في الحلم اللي جاله من 20 سنة، قال له مش هسيبك، هكون معاك حيثما تذهب. رغم ان يعقوب مش دايما كان كويس، بس قال له لا انا هكون معاك كده كده. فقال له انت كنت معايا فعلا، ما سبتنيش ابدا رغم الوحاشه دي كلها. فقال اصنع مذبحا لله الذي استجاب. مش كل مره نيجي القداس عندنا طلبات، لازم ندخل القداس مره تشكرات بس، تسبيح بس. ماذا ارد للرب عن كل احساناته؟ احنا هنفضل ناخد على طول، ما احنا خدنا كتير قوي ولسه هيدينا كتير من غير ما نطلب. يبقى خلينا نشكر شويه، يليق بينا ان احنا ننتقل من عباده الطلب الى عباده الشكر، ان الواحد يسجد لله شكرا بس بدون طلبات. وعلى فكرة دي هتجيب له الطلبات اللي نفسه فيها من غير ما يطلب، لكن يبقى ده موقف أنضج وأفضل عند ربنا. أنا هطلع أعمل مذبح لله الذي استجاب. أعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم، واضح أنه كان مصر، طلعوا كل بقى البلاوي اللي عندهم، والأقراط التي في أذانهم، دي العادات الوثنية، فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم. مسك كل الحاجات الوحشة دي دفنها عند شكيم عشان تبقى الذكريات دي ملهاش بقايا بعد كده. ثم رحلوا، بصوا النتيجة، وكان خوف الله على المدن التي حولهم فلم يسعوا وراء بني يعقوب. ده هو عنده طار مع أولاد لبان وعنده طار مع شكيم وكل البلاد اللي حواليها. ربنا سكت كل الناس عشان يعقوب يعدي بعياله ومحدش يجي جنبه. دي بركة القرار، اللي بياخد قرار انه يرجع لربنا ويشكر ربنا، ربنا بيحوطه ويحصنه ويغطيه ويستر عليه. وكان خوف الله على المدن اللي حواليه. فأتى يعقوب إلى لوز، لوز اللي هي بيت إيل، ده لوز ده الاسم القديم، التي في أرض كنعان وهي بيت إيل وجميع القوم الذين معه. يبقى دفن الآلهة الغريبة هي حركة التوبة والتخلص من أي حاجة غلط. لو علاقة غلط لازم تقف، لو قرش غلط لازم يرجع، لو أسلوب غلط لازم ينتهي. لازم تتخلص من الآلهة الغريبة عشان تعرف تقف قدام المذبح. لو لسه بتكره حد ادفن الموضوع في الأرض، كفاية مش هو بس اللي وحش، انت كمان وحش. فما تقعدش تقول لبان ظلمني وعيسو سرقني، لا لا، انت طلعت عينين الناس كلها. فخلينا بقى ايه ندفن ده وننتبه للقاء الله. بتيجي نعمة مع المذبح كده. هو رايح المذبح ربنا محوطه، كان خوف على كل المدن والعيلة كلها في ديله. صدقوني اي حد بياخد قرار توبة وصريح قوي كل الدايرة بتاعته بتتأثر وبتبص عليه. اي ام تاخد قرار توبة جديد تلاقوا عيالها بصين عليها وعاوزين يعملوا زيها، حتى لو القرار ده بعد سن 80. اي اب تلاقوه مركز قوي في ربنا تلاقوا عياله عمرهم ما هينسوا الموقف ده. ولادنا لما بيكبروا ما بياخدوش مننا كلام، اي نصايح او كلام غير مقبول، لكن يبقى شيء واحد مؤثر، هي حياتنا احنا وقراراتنا وقدوتنا. لما بيلاقونا مركزين في الأبدية في مرحلة ولو متأخرة، هم بيتعلموا درس للعمر، وده أفضل درس ممكن تسيبه لأولادك. بنى هناك مذبحا ودعا المكان إيل بيت إيل، لأن هناك ظهر له الله حين هرب من وجه أخيه. وماتت دبورة مرضعة رفقة ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة، فدعا اسم ألوم باكوت. باكوت من البكاء، يعني بيبكي بحرقة.
هنا عند المذبح أحبائي، لما وصل بيت إيل ورفع ذبيحة شكر وافتكر السلم، افتكر الذكريات القديمة، المسيح كان نازل له على السلم بيقول له أنا معاك، والملائكة طالعة نازلة، وكل اللي قاله ربنا حصل طول العشرين سنة اللي فاتت. الذكريات دي فرقت معاه جدا، وكان عاوز يقول له مرة الأولانية كنت ماشي بطولي، مرة دي ببص حواليا إيه كوم العيال ده، وإيه الغنى ده كله، وإيه العز ده كله، وإيه المشاكل اللي خلصت دي كلها. فالفرق كبير قوي بين الوقفة القديمة والوقفة الجديدة. الوقفتين بينهم دور إلهي كبير قوي، ستر ونعمة وغطى وبركة وتقصيرات بشرية مهولة في السكة، ومع كده ربنا يفضل زي ما هو كده، إن كنا غير أمناء يبقى أمينا. في اللحظات دي جت مشاعر حزن بقى، إن واحدة من الموكب اللي هي دبورة مرضعة رفقة ماتت. دبورة دي كانت، خلي بالكوا ده يعقوب، رفقة دي مين؟ مامته. فدبورة دي زي طنط يعني، زي خالته، زي يعني حد قريب. في الوقت ده ماتت، فهو تأثر لأنه افتكر طفولته، وافتكر أنه ما كانش كويس في طفولته، وافتكر ذكريات كتيرة أنه ربنا حطه في عيلة مثالية، إسحاق ورفقة وجده إبراهيم، وكل الناس دي كانوا المفروض يطلعوا قديسين، هو طلع قديس متأخر شوية. كمان عند المذبح في لقاء سري بيحصل مع الراحلين. افتكروا تقليد كنيستنا الرائعة، احنا بنقابل المنتقلين في القداس، مش بنروح القبور والمدافن تفرقش معانا، لكن في القداس حبايبنا اللي سبقونا بيبقوا معانا وبنحس بيهم، لانه واحدة من المحبوبات كانت في المكان ده. فهو ارتبط ان بيت إيل الصحبة دي مش ربنا بس، ده ربنا وناسه، ربنا وحبايبه. وده فكر الكنيسة العميق، ازاي نحن حوالين المذبح ده المسيح بملائكته بقديسيه بحبايبنا بالقريبين بالبعدين، كله ده مع بعض احتفالا بربنا. وظهر الله ليعقوب ايضا. بص بقى المفاجأة الحلوة، لما رجع يجدد العهد، هو كان في ظهورين كبار قبل كده، ظهر له في السلم من 20 سنة، وظهر له قريب وقت مقابلة عيسو لما قال له مش هسيبك، هكون معاك، هتعدي على خير. لما رجع بيت إيل ودفن الآلهة الغريبة وقدم صلاة شكر من قلبه وبكى بدموع حلوة على الأحباء، كل المشاعر النقية دي خلته يشوف المسيح تاني. ظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان أرام، دي المنطقة اللي كان ناحية لبان، وباركه وقال له الله اسمك يعقوب، لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل يكون اسمك إسرائيل. ده بيجدد الاتفاق الأخير. الكلام ده اتعمل لما كان داخل يقابل عيسو، قال له انت اسمك ايه يعقوب؟ لا بلاش يعقوب، خليك إسرائيل. قال له انا بفكرك انت ليك اسم جديد، مش عاوز الطبع القديم يرجع، مش عاوز الأخلاق القديمة ترجع، مش عاوز الطمع بتاع يعقوب والمكر بتاع يعقوب واللف والدوران والضلمة والغش، لا انت النهاردة إسرائيل بتاع ربنا. التزم بقى بالعهد الجديد والسلوك الجديد. وقال له الله أنا الله القدير، أثمر واكسر، كأنه بيقول له أنا بعاملك زي آدم، انت انسان جديد، اثمره واكسره، دي اللي اتقالت لادم وحواء. قال له انت رجعت الفردوس، انت رجعت الجنه، الجنه ربنا قال لادم وحواء قبل السقوط اثمره واكسره. التوبه بترجعنا للجنه تاني، بترجعنا في علاقه مع ربنا كاننا من غير خطيه. فقال له اثمر واكسر، امه وجماعه امم تكون منك، وملوك سيخرجون من صلبك. طبعا ده جد داود وجد شاول وجد كل الاسباط، فملوك كتير طلعوا جدا من يعقوب بعد كده. العهد اللي ربنا قطعه مع القديسين الكبار معروض على حضرتك دلوقتي، نفس الاتفاق اللي بين المسيح وابراهيم واسحاق ويعقوب، هو اتفاق مع كل ولاده، هكون معاك. وتكسر، تثمر، يعني حياتك يبقى لها معنى، مش شوية لمؤاخذة بهايم وغنم، فلوس الدنيا دي رخيصة،
اعمل بقى حاجة عليها القيمة شوية، الحق قبل ما العمر يخلص يبقى فيه قيمة ورسالة في حياتك. الاسم الجديد ما تنساهوش، يبقى العهد الجديد والاتفاق الجديد والحب الجديد ما تكسروش، ووعود للمستقبل. أخيرا بقى قال له ربنا بيكمل كلامه مع يعقوب، يقول له والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها. ويعقوب كان دايما عنده إحساس جده إبراهيم ده هنا وإسحاق ده هنا، أنا هنا، أنا بعيد خالص عن الناس المحترمة دي. قال له لا صدقني، اللي عملته واتفقت عليه مع أبوك وجدك معاك دلوقتي، بدل رجعت بيت قيل كل اللي فات مات، تاخد عز القديسين وتاخد بركة كل الأتقياء واللي هم شافوه تشوفه. ولنسلك من بعدك أعطي الأرض. ثم صعد الله عن المكان الذي فيه تكلم معه، فنصب يعقوب عمودا في المكان تكلم فيه، عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا، ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل. هو كل مكان يقابل فيه المسيح والبيت إيل هو نفس المكان بس بيتجدد، نفس المشاعر بترجع، نفس العهد، الاتفاقات، الجمال ده كله. ربنا عاوز يرجعنا لأجمل ذكرياتنا معاه. في حياة كل واحد فينا في أيام حلوة، في مشاعر حلوة، في لحظات حلوة، في اتفاقات حلوة، وفي لا مؤاخذة خيبة كبيرة قوي مغطية أغلب العمر. ربنا بيقول لك ارجع بقى للأيام دي وللحظات دي وللاتفاقات دي عشان تمتلئ بالروح القدس فيتجدد العهد وتقول هذا بيت الله. أفكركم زمان نظر يعقوب نظرا وما كانش التزم بيه غير في تكوين 35، كان قايل لربنا إن كان الله معي وحفظني في السكة اللي أنا ماشي فيها واداني بس لقمة كلها ولبس ألبسه، ده كان اتفاقه، ورجعت بسلام لبيت أبويا تبقى ربنا بتاعي وأبقى بتاعك ده أنت شفت أضعاف أضعاف اللي تمنيته وما عملتش الندر. ما ترجع بالعمر كده، يا ما كان لك نفسك في حاجات خدت أضعافها وما عملتش اللي عليك، ما التزمتش بالنادر. وبالتالي قال له ايه؟ لا ارجع تاني، قم اصعد الى بيت ايل. خلاصة الكلام يا احبائي، كفايانا بهدلة، كل تفكير رايح في الدنيا، كل طريقة تعامل مع الناس بطرق الدنيا، كل قلق، كل خوف، كل حزن رديء، كل تركيز على الفلوس، كل كرامة. وبعدين كفاية لبان بقى، وكفاية شكيم، وكفاية اللخبطة دي. عندنا فرصة نعيش في عز القديسين ونتمتع بمستوى مختلف. خلي حياتك دايما نظرة ورا ونظرة قدام بس بطريقة سليمة. بص ورا وشوف ربنا عمل ايه معاك وانت عملت ايه معاه، وبص لقدام ربنا عاوز منك ايه وانت هتعمل ايه. تبقى حياتك كده ماشية في اتجاه مستقيم. عيش في حياة إفخارستية. إفخارستية كلمة اليوناني بتاعت الشكر، يعني قضيها في إفخارستية، مش بس تتناول كتير. شعور الشكر والتسبيح ما يسيبكش، تفضل طول الوقت تقول له أنا رب مت وقمت 100 مرة على أيديك، أنا ما استاهلش اللي أنا فيه، يظل لي كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.